تكنوز تكنوز اليوم مش نرجعكم للزمن الجميل زمان التيتريس والجيم بوي. نهار 1 أبريل 2015 كانت إيبر كين المصنعة متاع لي كونسول دو جو اللي جينيراسيون 80 تعرفوا أكثر بالتيتريس كانت أعلنت اللي هي مش تخرج اون كوك نجمو نحاولوا بها الآيفون 6 الجيم بوي. الأنونس هذي كانت في البداية تفادليكا في الكادر متاع البواسون دافريل، أما الحكاية عملت بوز كبير سور انترنت والعباد فرحوا بالخبر هذا لدرجة خلت إيبر كين ترد الفادلكا جد والمشروع تحط على السكة وسمارت بوي في الوقت هذا في إطار الإنتاج. سمارت بوي هي كومبينيزون ما بين الايفون 6 والاكسسوار متاع ايبركين اللي هو نسخه تبقى الاصل على الجيم بوي القديم اما من غير اكران، فما اسباس في الاكسسوار يتحط في وسط الايفون 6 ويبقى ظاهر منه كان شاترو معناها براتيكمون التاي متاع الاكران القديمه متاع الجيم بوي. في البارتي انفيريور فما لي توش لقدم الال بي الفلاشات ستارت والسيليكت، وهكاك نوليو نجمو نلعبوا لي جو متاع ايفون على الطريقه متاع جيم بوي ونجمو نلعبوا لي جو متاع جيم بوي على الاكران متاع الايفون. هذا الكل بيان ايفيدامون كان نينتندو تعطي لاكور امتاح. الشركة اليابانية عندها كلمتها في الحكاية، خاصة انه هي اعلنت اشهر التالي اللي مش تدخل في المارشي متاع لي جو سمارتفون. المشروع ممتع وحلو يعد نجاح كبير نظرا لتعلق العبيد بالالعاب القديمة، وخاصة انه ايبركين تقول اللي الاكسسوار المتطابقة مع الايفون 6 ما هو الا مرحلة اولى في انتظار انه يتم تصنيع دي زاباغي كومباتيبل مع اكبر عدد ممكن من لي سمارتفون. فانتظار انه البرودوي هذا يخرج للسوق تكنوز لليوم وفات. تحيات تكنوز.